هل بالإمكان للإطار التنسيقي أن يتحول إلى قوة تنظيمية تفاوض وتشارك في الاجتماعات كتنظيم له هيكلية وناطقية وقيادات؟ وشنو اللي يمنع عن يعني أن يعلن الآن كجهة سياسية متحالفة رسميا تفاوض الآخرين؟ إنه حقيقة يعني بين هذه العناوين التي التنسيقي ما صنع الحداد كما يقولون، وأي إطار تنسيقي أو أي اتحاد عندما تجمعه الخسارة فهو يعني سيحكم على نفسه بالفشل مسبقا. وأنا متأكد أنه عندما تتشكل الحكومة سيتشظى هذا الإطار ليش التنسيقي. ليش ما صنع الحداد؟ دقيقة أستاذ نزال، ليش ما صنع الحداد؟ يعني فتح ودولة القانون على قولة هادي العامري، أبو حسن يقول زواج كاثوليكي وفصائل مسلحة لها تمثيل سياسي، ترى السيد المالكي زعيم المقاومة، يعني ليش لا بالعكس دهنوا دبس الجماعة؟ يعني أضرب لك مثل على سبيل الفرض، نحن نعرف جيدا مثلا السيد العبادي عندما تمت قبل 8 سنوات ما الذي قاله حزب الدعوة الإسلامية عنه، وتحديدا أنا أسميه حزب المالكي حقيقة وليس حزب، لأن حزب الدعوة بوقت انشق يعني كثير من قيادات حزب الدعوة اصطفوا إلى جانب العبادي، اتهموه بالعمالة والجاسوسية والخيانة وأنا شخصيا قبل يعني إذا ما أكون يعني إذا لم تخن الذاكرة قبل 4 أو 5 سنوات عندما كنت في بغداد، أنا شخصيا طبعا وقت كان السيد ما زال رئيس وزراء قبل 5 سنوات أتذكر تحدثت معه مفصلا حول هذا الموضوع وقلت له أنه يجب أن تحل مشاكلك مع حزب المالكي أو مع شخص السيد المالكي، لأن هذه الخلافات تضر يعني بصراحة أقول تضر بالمكون الشيعي وتضر بحزب الدعوة الإسلامية، وتكلمت مع القيادي مع أشهر قيادي في حزب الدعوة الإسلامية وهو أخويا وصديقي يعني الحاج علي الأديب أبو بلال الأديب، جلست معه أكثر من 4 ساعات وتحدثت معه وقال لي أنه حاول أن يجمع بين العبادي والمالكي كثيرا جدا لكنه فشل فشلا ذريعا، وأعتقد هو الآن يسمعني. طيب يعني ما الذي جمع اليوم المالكي والعبادي؟ الخسارة، يعني لو كان المالكي محصل على 50 مقعد كما كان يروج لذلك بشرفك، يعني كان يجي يجلس مع عمار الحكيم اللي عنده مقعدين أو مع حصل على 37 مقعد أستاذ نزار. لا لا عزيزي 37 مقعد لا 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 أستاذ نزار اذهب مع جل احترامي وتقديري لجنابك، احنا 37 مقعد وأكثر كتلة سياسية داخل الإطار التنسيقي، أعتذر لمقاطعتك لكنه كلامك فيه ما فيه من الاستفزاز فاسمح لي أنه قاطعك. الدولة اسمح لي، لا اسمح لي، على 37 مقعد. أنا ما أسمح لك تقاطعني 37 مقعد. أنا ما أسمح لك تقاطعني، خلي أكمل. أنا أيضا ما أسمح لك أستاذ نزار، ما أسمح لك تتجاوز على 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 رموز أنا أدخلها الآن في هذا اللقاء. هذا وقتي خليني أكمل. أنا أمشي على الأرقام والأسماء المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذه المفوضية أسماءها وأرقام الموجودة تقول أن دولة القانون 24 مقعد. هسه أنت تريد تضيف 10 مستقلين وواحد ما أدري منين وفلان، هذاك قضية ثانية. أنا الآن أتحدث عن أرقام وأسماء منشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، وإلا إذا نريد نمشي على التحالفات أو على الدمج يعني هذا وياي ودي جراحات بعيدة وهذه كذا، هذه حقيقة لا تنتهي، وهذه أنا سميتها على رمال متحركة يمكن أن تنهار في أي لحظة من اللحظات.